تسع مميزات ما كنا نعرفها بالآيفون، خلونا نشوفها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو أتكلم عن تسع حركات موجودة بالآيفون ما كنا فاهمين استخدامها وما كنا ندري عن وجودها. إذا كنت تعرف واحدة ثنتين منهم فأكيد الباقي ما راح تعرفهم. في ميزة وايد وايد مهمة أنا حاط لكم إياها بنص هذه المميزات، مو حاط لها ترتيب لا أول شيء ولا آخر شيء عشان طالع الفيديو كامل وتزيد عدد دقائق المشاهدة اللي موجودة بقناتي. خلونا نشوف مع الجهاز. الميزة الأولى هي ميزة توفر لك مساحة بالجهاز. شنو طريقة هذه الميزة؟ تمسح البرامج اللي انت ما تستخدمها، وهذا البرنامج تحته راح يكون فيه علامة سحابة. مجرد ما تيته بتشغل البرنامج هذا راح تنطر انه يسوي له داونلود، وملفاتك موجودة داخل، ما مسحت الملفات بس مسح البرنامج اللي انت ما تستخدمه. شلون اتحكم بهذه الميزة؟ شلون اشغلها وشلون اوقفها؟ راح ادخل على الاعدادات وبعدها انزل للاسفل، اروح الى اب ستور، وبعدها اروح الى اخر خيار اسمه ازالة التطبيقات غير المستخدمة. اذا شغلت هذا الخيار راح يمسح كل البرامج اللي انت ما تستخدمها فعليا بالجهاز ويخلي البيانات اللي داخلها. اما اذا ما كان عاجبك هذا الشيء، عندك برامج كل ما تشغلها تشوفه يسوي له داونلود، اغلق هذا الخيار من هذا المكان وما راح يمسح لك هذا التطبيق. اذا كانت مساحة جهازك قليلة يفضل انك تفعل هذا الخيار. الميزة الثانية اسمها كيبورد ديكتيشن، يحط لك علامة مايك، اذا ضغطت عليه راح يكتب بالكتابة اي شيء انت تقوله بالصوت. خلونا نفعل هذه الميزة ونجربها. راح تدخل على الاعدادات وتروح الى عام، وبعدها راح تدخل على لوحة المفاتيح، وبعدها راح تنزل الى الاملاء وتشغل خيار تمكين الاملاء. تضغط على تمكين الاملاء، هني يقول لك لغات الاملاء، شنو اللغات اللي انت تبيها. تبي يشتغل بالعربي بالانجليزي، تقدر تشغلهم اثنينهم مع بعض. خلونا نجرب الحين، ندخل على اي برنامج، على سبيل المثال النوت. لاحظوا خيار الميكروفون صار موجود بالاسفل، لو ضغطت عليه راح يسجل اي كلام انا اقوله. طبعا هذه الميزة راح تساعدك اذا كنت انت تسوق السيارة على سبيل المثال، تبي ترد على احد بالواتساب، بدل انت تكتب وتندمج شوية بالكيبورد راح تضغط على هذا الزر وترد الرد اللي انت تبيه، وراح يكتبه بالكتابة ويرسله له اذا ما كنت بترسل فويس نوت. حتى تقدر تستخدمه باي مكان ثاني، على سبيل المثال لو كنت تكتب بحث طويل تقدر تكتبه بهذه الطريقة، وبعدين تاخذ الكلام اللي موجود بالتليفون تنسخه بالكامل وتنقله الى الكمبيوتر على سبيل المثال، بدل ما تكتب انت الكتابة كاملة بالكيبورد وتاخذ منك وقت وايد طويل. الميزة الثالثة، كثير من الناس يفقدون البرامج الأساسية اللي موجودة بالتليفون ويسألون شلون نقدر نطلع هذه البرامج. الطريقة انك راح تدخل على الاب ستور، بعدها راح تدخل الى البحث وتكتب كلمة ابل وتضغط على سيرش، تأكد انه هو ما زاد كتابة من عنده بس ابل، خلي يطلع اي برنامج من برامج ابل على سبيل المثال. هني عندي ابل ستور، راح ادخل على هذا التطبيق وبعدها راح اضغط على كلمة ابل اللي فوق الصغيرة، راح يدخلني على حساب ابل. هني راح تلاقي كل البرامج الاساسية اللي موجودة بالجهاز، فاذا كنت فاقد واحد تقدر ترجعه من هذا المكان. الميزة اللي بعدها، اذا كنت ناسي انت باسورد حسابك باي موقع من المواقع، او باسورد ايميلك، باسورد الانستغرام، اي شيء انت كنت ناسي وكان موجود بجهازك مستخدمه انت من قبل، فتقدر تطلع الباسوردات اللي كانت محفوظة بالجهاز. تدخل على الاعدادات، تنزل للاسفل، تروح الى كلمات السر. هني راح يطلب منك التحقق من الوجه، او ممكن حتى انه يطلب منك البصمة اذا كان جهازك ما في التعرف على الوجه. هني راح تلاقي كل حساباتك اللي انت داخل فيها في اي برنامج باي موقع، اي شيء انت استخدمته بهذا الجهاز محفوظ. لو ضغطت على اي واحد منهم راح يطلع لك فوق اسم المستخدم وكلمة السر اللي انت استخدمتها، وايضا راح يعطيك هني تنبيه اذا كنت انت تستخدم نفس كلمة السر على اكثر من موقع، وهذا شيء ما يفضل انك تسويه خصوصا بعد الاختراقات الاخيرة. يفضل ان الكل يغير باسورداته، وباسورد لكل موقع لكل برنامج مختلف عن الثاني، واحفظهم بورقة خارجية بمكان خارجي بحيث انك ما تنسى هذه الباسوردات. الميزة اللي بعدها، لو كنت انت تبي تدخل اجتماع او تبي تروح اي مكان بس ما تبي جهازك يرن بهذه الفترة، وما تبي تنسى جهازك يظل بوضع الصامت بعد ما انت تطلع، تبي وقت محدد، تقدر تسوي هذا الشيء بانك تروح الى مركز التحكم، وبعدها عندك هني ميزة عدم الازعاج.
إذا ضغطت عليها ما رح يرن جهازك، ما رح توصل لك التنبيهات، إلا اللي يتصل عليك مرتين رح يرن بالمرة الثانية إذا اتصل مرتين وراء بعض. وأيضا تقدر تحدد أشخاص بالفيفوريت، هذيل الأشخاص لو اتصلوا رح يرن تليفونك حتى لو كان بوضع عدم الإزعاج. لكن هذه الميزة تقدر تستخدمها بطريقة ثانية بحيث أن أنت ما تنساها شغالة وتليفونك يظل على وضع الصامت وما تحس بالاتصالات اللي تيلك. تضغط على عدم الإزعاج مدة مطولة، يقول لك تبي تستخدمه لساعة ولا حتى صباح الغد ولا حتى أغادر هذا الموقع. لساعة واحدة راح يشتغل لمدة ساعة، بعدها راح يوقف بروحه ويرد يشتغل طبيعي. إذا كان عندك اجتماع يفضل تستخدمه بهالطريقة حتى صباح الغد. إذا تبي تستخدمه بالليل وقت النوم، ما تبي جهازك يرن والأصوات كلها تطلع وأنت نايم، إلى اليوم الثاني الصبح راح يرد يشتغل بروحه. وعندك حتى أغادر هذا الموقع مكان عمل أنت رايح له اجتماع قبل لا تدش، تحطه حتى أغادر هذا الموقع. متى ما انت غيرت اللوكيشن مالك الجهاز راح يدري وراح يغلق لك هذه الميزة. قبل نكمل، اذا ما كنت مشترك بالقناة قدم لي هذا الدعم، اشترك بالقناة وحط لايك على هذا الفيديو وعلق بالتعليق اللي انت تشوفه مناسب. عندنا ميزة موجودة في تطبيق الصور، اذا دخلت على تطبيق الصور ودخلت على الصور اللي موجودة عندك، على سبيل المثال في بعض الصور انت تبي تخفيهم، ما تبيهم يكونون موجودين اي واحد يمسك تليفونك يشوف هذه الصور. فش تسوي؟ على سبيل المثال هذه الصورة موجودة عندي، راح تضغط على علامة الشير المشاركة، وبعدها راح تنزل للأسفل وتختار خيار اسمه إخفاء. لو ضغطت على هذه تضغط على إخفاء الصورة، لاحظ أن الصورة اختفت من بين الصور اللي موجودة هني. إذا تبي ترجع وتشوف هذه الصور راح تروح إلى الألبومات وتنزل للأسفل كلش، في عندك هني ألبوم اسمه مخفية، إذا دخلت عليه راح تلاقي الصور المخفية. إذا تبي ترجعها مكانها تضغط على مشاركة وتروح إلى إلغاء الإخفاء وراح تختفي من هذا المجلد وترجع مكانها. كثير من الناس ما تعرف تسوي ريستارت للأجهزة اللي بدون زر. بالسابق كنت تضغط الزر اللي موجود بالطرف مدة طويلة كان يعطيك إغلاق، أما الحين قام يعطيك سيري. فشلون احنا نطفي الجهاز أو نسوي له إعادة تشغيل؟ شفت الزر اللي يرفع الصوت والزر اللي يخفض الصوت والزر مال الباور، راح أضغط طقة فوق طقة تحت بعدين أضغط زر الباور مدة، راح تطلع لي هذه الشاشة. فإذا كنت بتغلق الجهاز تمرر هذا الشريط ويتسكر معاك الجهاز. أما إذا كنت بتعيد تشغيل الجهاز تضغط طقة فوق طقة تحت بعدين الزر هذا مدة وتكمل تستمر وانت ضاغط على الزر هذا، بروح الجهاز راح يسوي إعادة تشغيل للنظام بالكامل مثل ما انتم شايفين. وإذا كملت بالضغط إلى أن تطلع علامة أبل، الحين انت سويت ريست حق الرام. يعني شنو؟ يعني صار الجهاز اسرع، يعني مسح البرامج اللي كانت شغاله بالخلفيه وحاطه ملفات تثقل على الجهاز. يعني اذا كان عندك برامج تعلق او ما تشتغل اول ما تدخل عليها يطلعك من البرنامج، هذه الطريقه راح تسرع لك الجهاز وراح تحل المشاكل هذه. ايضا لاحظت شيء ثاني، اذا انت قفلت الجهاز مجرد ما تقفله لما تيجي تشغله راح يشتغل التحقق من الوجه بشكل مباشر. لكن اذا ابي اوقف هذه الميزة ما ابي يشتغل التحقق من الوجه، ابي يفتح لما تدخل الباسورد بس. بهالطريقة شو تسوي؟ تسوي نفس الخطوات اللي قلناها قبل شوي، طقة فوق طقة تحت بعدين الزر اللي موجود هني، لما تطلع لك هذه الشاشة اضغط على الغاء. شنو صار؟ راحت ميزة التعرف على الوجه، انقفل الجهاز. لو انت بتشغل الحين ما يتعرف على الوجه الا تحط الباسورد، مطلوب رمز الدخول لتمكين فيس اي دي. فانت بهالطريقة وقفت الفيس اي دي واجبرت المستخدم انه يحط الباسورد عشان يقدر يبطل الجهاز. كانت هذه الأسرار اللي موجودة عندي، اكتب لنا بالأسفل بالتعليق شنو الميزة اللي انت ما كنت تعرفها. وإذا كنت تبوني أسوي فيديو ثاني لمميزات وخفايا موجودة في iOS 14 كتبوا لي بالأسفل بالتعليق عشان أسوي لكم هذا الفيديو. نوصل لختام هذا الموضوع، كان معاكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.